السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، أسعد الله جميع أوقاتكم. هذه المحاضرة الثانية في مساق تشريعات صيدلانية، أمامكم على الشريحة الفصل الثاني، ويتضمن الآتي: نظام مزاولة المهنة، من شروط ترخيص المؤسسات الصيدلانية، أحكام عامة، واجبات الصيدلي، نظام صرف ومراقبة الأدوية المحظورة، وأخيرا نظام الإعلام الدوائي. حيث يتضمن هذا النظام مجموعة من المواد من مادة 3 إلى مادة 88. ملاحظة: المؤسسات الصيدلانية تنقسم إلى 8 أقسام: 1- الصيدليات العامة، 2- الصيدليات الخاصة، 3- مستودعات الأدوية، 4- مصانع الأدوية ومستحضرات الصيدلانية، 5- السموم، 6- الأدوية المخدرة والمحظورة، 7- المستخدمون في المؤسسات الصيدلانية، وأخيرا 8- الإعلام الدوائي. أولا، مزاولة المهنة، المادة 3. تعتبر مزاولة المهنة تحضير أو تركيب أو تجهيز أو تصنيع أو تعبئة أو تجزئة أو استيراد أو تخزين أو توزيع أو الشراء بقصد البيع أو صرف أي دواء أو تخليق مواده الأولية أو القيام بالإعلام الدوائي لمقاصد تعريف الأطباء بالدواء. المادة 4: لا يجوز مزاولة المهنة إلا للصيدلي المرخص وفقا لأحكام. المادة 5: سوف أقوم بطرح سؤال: ما هي الشروط اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة؟ الإجابة أمامكم كالآتي: 1- أن يكون فلسطيني، 2- لغير الفلسطيني الذي تجيز قوانين بلاده مزاولة مهنة الصيدلة للفلسطينيين على أن يكون اسمه مقيدا في سجل الصيادلة بالوزارة والنقابة، 3- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي أو ما يعادلها حسب قوانين وأنظمة وزارة التعليم العالي، 4- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في علوم الصيدلة أو ما يعادلها من كلية معترف بها، 5- أن يكون حاصلا على شهادة عضوية النقابة، 6- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، وألا يكون قد منع من مزاولة المهنة من قبل أي نقابة مسجل لديها ما لم يرد اعتباره حسب القانون، 7- أن يكون قد أكمل مدة تدريب لا تقل عن 1440 ساعة أثناء دراسته الجامعية وبعدها في إحدى المؤسسات الصيدلانية تحت إشراف صيدلي مسؤول مضى على ممارسته سنتين على الأقل بناء على بروتوكول تدريب متفق عليه بين الوزارة والجامعة والنقابة، 8- أن يجتاز فحص مزاولة المهنة المقرر الذي تعقده الوزارة بالتنسيق مع النقابة، ويستثنى من تقديم الفحص خريجو كليات الصيدلة في الجامعات الفلسطينية، وأخيرا 9- أن يؤدي للوزارة الرسوم المقرر لها. سؤال: كيف يتم ترخيص المؤسسات الصيدلانية؟ الإجابة تكمن في المادة 6: ألف، لا يجوز إنشاء أو امتلاك أي مؤسسة صيدلانية إلا بترخيص من الوزارة، ب مع مراعاة الأحكام الخاصة بمصانع الأدوية لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلانية إلا بترخيص من الوزارة على أن يكون طالب الترخيص
صيدلي مرخص متفرغ ولا يمنح الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات التي تفرضها الوزارة، ويعتبر الترخيص شخصيا للصيدلي صاحب المؤسسة. سوف أطرح سؤالا، ما هي المتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص مؤسسة صيدلانية؟ الإجابة أمامكم في المادة 7، حيث تنص: يحرر طلب الترخيص بفتح مؤسسة صيدلانية حسب النموذج الذي تعده الوزارة، ويقدم شخصيا إلى الجهة المختصة ومرفقا به بطاقة تحقيق الشخصية، صحيفة عدم وجود سوابق سبق ذكرها، رخصة مزاولة مهنة الصيدلة، شهادة ممارسة المهنة من النقابة سارية المفعول، رسما هندسيا للمؤسسة المراد الترخيص لها، عقد إيجار أو سند ملكية المكان، صور شخصية، تصريح مشفوع بالقسم مصدق من قاضي المنطقة بأن مقدم الطلب هو مالك المؤسسة الصيدلانية ومتفرغ للعمل بها، شهادة خبرة لمدة عام من مؤسسة صيدلانية بعد حصوله على مزاولة المهنة لأول مرة مصدقة من النقابة والوزارة، شهادة عدم ممانعة من النقابة، وأخيرا دفع الرسوم المقررة لذلك. ملاحظة هامة: لا يشرع بالعمل في المؤسسة الصيدلانية إلا بعد الحصول على الترخيص من الوزارة على النحو التالي: ألف، تمنح الموافقة المبدئية بعد استكمال الشروط المطلوبة في المساحة والمسافة، وتعلم الوزارة مقدم طلب الترخيص قرارها في قبول طلب إنشاء وترخيص المؤسسة الصيدلانية خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب. ب، تمنح الرخصة النهائية بعد استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة خلال مدة أقصاها 3 شهور من تاريخ قبول الطلب بعد دفع الرسوم المقررة. وأخيرا جيم، في حال عدم استكمال طالب الترخيص لإجراءات الترخيص خلال 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب، يفقد الحق في فتح المؤسسة الصيدلانية. المادة 8 أمامكم، وتنقسم إلى جزئين: ألف، يجب على الصيدلي المسؤول الالتزام بالدوام في المؤسسة التي يديرها طيلة ساعات العمل المقررة. ب، المؤسسات الصيدلانية التي يعمل فيها أكثر من صيدلي مرخص يجب على الصيدلي المسؤول أن يعلم الوزارة والنقابة بأوقات دوام الصيادلة المرخصين الذين يعمل. سؤال: متى يحق للوزير إلغاء ترخيص المؤسسة الصيدلانية؟ الإجابة أمامكم وتكمن في المادة 9، حيث يحق للوزير إلغاء المؤسسة الصيدلانية في الأحوال الآتية: إذا لم يباشر العمل في المؤسسة خلال 3 أشهر من تاريخ صدور الترخيص، وللوزير إعطاء مهلة إضافية لا تزيد عن 3 أشهر أخرى إذا أثبت صاحب الترخيص أن التأخير يعود لأسباب خارجة عن إرادته واقتنع بها الوزير، شريطة أن يقدم طلب المهلة الإضافية قبل 15 يوما من انتهاء المهلة الأولى، أو إذا استمر إغلاق الصيدلية العامة بعد مباشرة العمل فيها مدة سنة كاملة في المدن التي فيها أكثر من صيدلية عامة، أو إذا استمر إغلاق الصيدلية العامة بعد مباشرة العمل مدة 6 أشهر في القرى التي لا يوجد فيها إلا تلك الصيدلية، أو إذا نقلت المؤسسة الصيدلانية من مكانها إلى مكان آخر دون علم الوزارة والحصول على عدم ممانعة من النقابة، أو إذا استعملت المؤسسة الصيدلانية لعمل غير الذي منح الترخيص من أجله، أو إذا بيعت المؤسسة الصيدلانية بصورة غير قانونية،
أو إذا ثبت أن المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية ليس الشخص الذي منح له الترخيص بامتلاكها وفقا لأحكام هذا النظام. وأخيرا، إذا تبين أن الترخيص قد تم بناء على وثائق مزورة أو بطرق احتيالية، وكذلك إذا لم يعين في المؤسسة الصيدلانية صيدلي مسؤول الإشراف عليها بعد ترك الصيدلي المسؤول العمل، وللوزير الحق بإعادة النظر مجددا في إلغاء الترخيص بزوال أسبابه خلال 3 أشهر من تاريخ الإلغاء. المادة 10 تنص: يجب الحصول مقدما على موافقة الوزارة على أي تعديل يراد إجراؤه في الشروط التي منح على أساسها ترخيص المؤسسة الصيدلانية، وأن يقدم طلبا للجهة المختصة بذلك مصحوبا بوصف للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسي لها. المادة 11 يحظر على المؤسسات الصيدلانية بيع أي دواء إلا حسب أحكام هذا النظام. المادة 12 يجب أن يدير المؤسسة الصيدلانية صيدلي مسؤول متفرغ، وعليه في حال تغيبه تعيين صيدلي مرخصا بدلا منه يكون مسؤولا عنها شريطة إعلام الوزارة والنقابة بذلك. المادة 13 إذا توفى صيدلي مالكا لمؤسسة صيدلانية فللورثة من غير الصيادلة الحق بالاحتفاظ بالمؤسسة الصيدلانية على أن يعينوا لها صيدلي مسؤول متفرغ بموافقة الوزارة والنقابة لمدة لا تزيد عن 5 سنوات. المادة 14 يجوز للمؤسسة الصيدلانية تخزين حاجتها في مخزن خاص بها بعد موافقة الوزارة على أن تتوفر بها شروط التخزين الجيدة GSP تعني Good Storage Practice الملحقة بهذا النظام، وتخضع للتفتيش حسب المؤسسات الصيدلانية كما ذكرنا سابقا، حيث تتضمن أولا الصيدليات العامة. المادة 15 يجوز للصيدلية العامة الاتجار بالأدوية البيطرية ولوازم طب الأسنان والمهمات الطبية بما فيها الخيوط والأربطة والشاش المعقم والقطن الطبي والمواد الكيميائية المعدة للأغراض الصناعية والزراعية والمخبرية والأدوات الطبية والجراحية والبصرية والعطورات وأدوات الزينة ولوازم التصوير الطبي والأشعة والمياه المعدنية والمطهرات وحليب الأطفال الرضع وأغذيتهم ولوازمهم، وكذلك مبيدات الحشرات المنزلية. المادة 16 تنقسم إلى 3: ألف يجب أن يكون مالك الصيدلية العامة صيدلي مرخص، ولا يجوز له أن يمتلك أكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة في فلسطين. ب يجوز لأكثر من صيدلي مرخص أن يشتركوا في امتلاك صيدلية عامة، شريطة أن يكون أحدهم صيدلي مسؤول متفرغ وفقا لأحكام هذا النظام. جيم اعتبارا من إقرار هذا النظام تعتبر الصيدليات العامة القائمة والتي يمتلكها شخص أو أكثر من غير الصيادلة المرخصين قانونية ومرخصة، شريطة أن يقوم بإدارتها صيدلي مسؤول مع إعلام الوزارة والنقابة بذلك. المادة 17 تقوم النقابة بتنظيم مواعيد عمل الصيدليات العامة بالتنسيق مع الوزارة. المادة 18 يحدد عدد الصيدليات العامة في كل مدينة بقرار من الوزير بالتنسيق مع النقابة على أن يراعى التوزيع الجغرافي والديمغرافي في اتخاذ القرار بفتح صيدليات جديدة في المناطق مع مراعاة باقي الشروط الواردة في هذا النظام. المادة 19 يجب أن تتوفر في الصيدلية العامة الشروط والمواصفات الفنية الضرورية لأداء العمل والمبينة في ملحق المواصفات الفنية للصيدليات العامة. المادة 20 على الصيدلي أن يحفظ جميع المواد الكيميائية والصيدلانية في أوعية مستوفية
للشروط المنصوص عليها في دساتير الأدوية، وأن تكون مرتبة بشكل لا يترك مجالا للخطأ، وأن تكتب أسماؤها وتاريخ انتهاء فعاليتها بشكل واضح على الأسقاط ثابتة أو مطبوعة. المادة 21، يجب أن تكون جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة المعدة للاستخدام أو البيع في الصيدلية معروضة ومحفوظة بشكل لا يعرضها للفساد أو التلف. المادة 22، يحظر على الصيدلية العامة جلب أو شراء الأدوية أو المستحضرات الطبية إلا من الجهات المرخصة لذلك وبالطرق القانونية. وأخيرا المادة 23، يمنع بيع الصيدلية العامة أو نقل ملكيتها إلا بعد مرور عامين على افتتاحها رسميا، كما لا يسمح للصيدلة المسؤول الذي يبيع صيدليته العامة فتح صيدلية جديدة إلا بعد مرور عامين من تاريخ. ثانيا، الصيدليات الخاصة. المادة 24، لا يجوز الترخيص بفتح صيدلية خاصة إلا للمستشفيات أو المراكز الصحية الحكومية أو المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية. سوف أقوم بطرح سؤال: ما هو الشروط الواجب توافرها لترخيص الصيدلية الخاصة؟ الإجابة في المادة 25، لترخيص الصيدلية الخاصة يشترط الآتي: ألف، أن تكون داخل مبنى الجهة التي حصلت على الترخيص وغير متصلة مباشرة بالطريق العام. ب، أن تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية المقررة للصيدليات العامة ما عدا شرط المسافة. ت، أن يقتصر صرف الأدوية فيها على المرضى المعالجين فيها على النحو التالي: 1، المقيمين في المستشفيات الحكومية. 2، المقيمين في المستشفيات الخاصة مقابل السعر الرسمي المقرر. 3، حملت البطاقات الخاصة بالفقراء والمستفيدين من المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية التي تقدم الدواء مجانا على أن تختم الأدوية بختم الجمعية. أما المادة 26، يتوجب إدارة الصيدلة الخاصة من قبل صيدلي مسؤول، ولا يسمح بصرف الأدوية فيها إلا من قبل الصيادلة المرخصين العاملين فيها طيلة ساعات دوام الصيدلية. وأخيرا سوف نكمل موضوع الفصل الثاني تحت عنوان باقي المؤسسات الصيدلانية. وفقكم الله ودمتم بعز وسعادة.